مدبولي يؤكد أن مصر عازمة على المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة رغم التحديات في المنطقة. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيام نازحين في دير البلح وخان يونس في قطاع غزة. الاحتلال يشن سلسلة من الغارات على عدة بلدات جنوب لبنان. العاشرة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، البداية مع زميل محمد الرميحي. أهلا بك محمد. أهلا بك دانا. أهلا بكم. ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مصر خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الكلمة أكد رئيس الوزراء أن مصر عازمة على المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة برغم التحديات في المنطقة. إن شعار هذه النسخة من المؤتمر أفق لا متناهي، الاستثمار اليوم لصياغة الغد، يعبر حقيقة عن الأولوية القصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدة من أجل صياغة غد أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناتجة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية، إلى جانب ما يشهده عالمنا في المرحلة الأخيرة من تحديات جسام مماثلة أمام تحقيق التنمية المستدامة على غرار جائحة كورونا والتذبذبات الكبيرة في أسواق الغذاء والطاقة وتنامي شح المياه ونضرتها. وبالرغم من تلك التحديات فإن مصر عازمة على المضي قدما بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والازدهار لبلادنا. وفي هذا الإطار تواصل مصر العمل بلا هوادة تحت قيادة فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على عدة محاور. كما أكد رئيس الوزراء أن دولة تؤمن بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى تبني الحكومة لعدد من الإجراءات الطموحة والتحفيزية من أجل تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين. تعزيز دور القطاع الخاص، وتولي مصر أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية. وقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة. هذا إلى جانب تطبيق سياسة ضريبية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تطبيق الضرائب والعمل على توحيد جهات التحصيل وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية. كما شملت الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات، وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في الصناعة الوطنية عبر زيادة المكون المحلي وجذب استثمارات جديدة في عدد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى لتنويع مصادر الطاقة ولتكون مركزا إقليميا للطاقة من خلال تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الهام. قطاع الطاقة مما لا شك فيه يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم بقضية أمن الطاقة، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين مصادر الطاقة المتاحة من جهة واحتياجات الطاقة من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها وتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع الهام، بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي هذا الإطار فإنه من دواعي سروري أن نشهد ما تحقق اليوم على صعيد الشراكة بين مصر والسعودية في المجالات ذات الصلة بأمن الطاقة وتنويع مصادرها،
وجدير بالإشارة هنا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يستهدف إنتاج 3000 ميجا وات من الكهرباء على مرحلتين. هذا وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ضخت استثمارات ضخمة للبنية التحتية وبناء المدن الجديدة. قطاع النقل والتنمية الحضرية، ضخت مصر خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر. وفي هذا الإطار قامت مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة، والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي. كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير المواني البحرية. كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري، وهناك تعاون مصري سعودي وثيق في مجالات النقل وربط المواني، ورغبة مشتركة لدى البلدين في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد. كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية كبيرة للعنصر البشري في إطار التحول الرقمي، مشددا على أن مشروع حياة كريمة يستهدف تطوير الريف المصري. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الذكاء الصناعي، لا يخفى على أحد أن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطورات الخاصة بها بما فيها الذكاء الاصطناعي بات يتصدر قائمة المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وجذب الاستثمارات، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات متسارعة لدعم هذا القطاع، والذي أصبح من أسرع القطاعات نموا في مصر. كما تقوم مصر بالفعل بتنفيذ مشروعات عديدة في إطار منصة مصر الرقمية، التي تهدف إلى إدماج تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات، وتولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري في مجال التحول الرقمي باعتباره الركيزة الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع التكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحتية الرقمية المصرية، فضلا عن إدخال العنصر التكنولوجي والرقمي كأحد عناصر مشروع حياة كريمة، الذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والريف المصري، حيث تم مد الألياف الضوئية إلى المناطق الريفية لتزويد حوالي 58 مليون مواطن مصري بهذه الخدمة، أي حوالي 50% من عدد سكان مصر. كما أشار رئيس الوزراء إلى تحديات بالغة التعقيد التي تشهدها المنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى لبنان. لا شك أن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة، والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى، الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التعقيد، لعل أبرزها في المرحلة الحالية تمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان العزيز. وفي مواجهة هذه التحديات يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهم الركيزتين الأساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز. كما شدد رئيس الوزراء على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. أود التشديد مجددا على أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء
سواء في الشرق الأوسط أو العالم يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما أعرب دكتور مصطفى مدبولي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ومنوها باستعداد مصر للمساهمة في مشروعات التنمية في المملكة العربية السعودية. لا يفوتني أن أعرب عن اعتزازي بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على كافة المستويات، بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. ولا يسعني سوى الإشادة بما تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من طفرة في مختلف المجالات، وأؤكد استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية. وأعرب عن تقدير مصر للتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والاتفاق على تشغيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، بما يؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى آفاق أرحب. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطلع مصر لدعم العلاقات الاقتصادية مع فيتنام خاصة في مجال الصناعة، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال لقائه نظيره الفيتنامي على هامش مشاركته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، أكد مدبولي أن وجود الشركات الفيتنامية في مصر سيتيح لها فرصة التمتع بمزايات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والكثير من الدول والتكتلات التجارية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. ودعا الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الفيتنامي لزيارة مصر منوها بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام. التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع نورة سليمان الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، وذلك من أجل بحث عدد من ملفات التعاون المشترك على هامش مشاركته نيابة عن السيد الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في السعودية. وخلال اللقاء استعرض دكتور مصطفى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الدوليين لا سيما صندوق النقد الدولي، ومشيرا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها مصر على الصعيد الاقتصادي انعكست في نشر تقارير إيجابية حول الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية الحالية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري. أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في الدولة المصرية، ومشيدا بالدعم الكويتي الدائم لجهود الإصلاح الاقتصادي والتي تبذلها الحكومة المصرية. أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الاهتمام بتطوير المهارات الشخصية والإدارية للقيادات النسائية وتأهيلهن للمناصب القيادية فنيا وعلميا، وذلك في ضوء الثقة في قدرتهن على إحداث التغيير المطلوب والنهوض بالعمل المؤسسي الحكومي مما يصب في مصلحة المواطن. وخلال انطلاق أولى جلسات فعاليات البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية النوعية المقدم من المعهد القومي للحوكمة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، وجه الوزير المشاركات في البرنامج بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موضوعات البرنامج بتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي، وأكد على مصممي البرنامج بأهمية أن يكون التدريب
واقعيا وعمليا وتخصصيا بحيث يكون له المردود الجيد. دعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد المجتمع الدولي للعمل سويا لإعادة مصداقية تعاون متعدد الأطراف في تحقيق شعار السلام مع الطبيعة الذي يحمله مؤتمر التنوع البيولوجي COP16. وخلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوزاري حول تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي والمنعقدة في كولومبيا تحت شعار السلام مع الطبيعة، أكدت وزيرة البيئة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني، حيث قدمت مصر تحديث خطتها الوطنية للتنوع البيولوجي إلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تركز على استعادة النظم البيئية وعلى تعزيز الزراعة المستدامة وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية. أضافت وزيرة البيئة أن مصر وضعت الحلول القائمة على الطبيعة كجزء هام من الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي والتي تسهم في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تلعب دورا حيويا في دعم التنمية العمرانية بمصر، وذلك عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات شرائح المواطنين من السكن وتحقيق حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقوم الوزارة بإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة وإعادة تأهيل المناطق العشوائية بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن. عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لمتابعة موقف عدد من الطلبات المقدمة من الأهالي في الوادي الجديد فيما يخص وجود أعطال في تشغيل بعض آبار المياه الجوفية في المحافظة. أكد سويلم أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة والمساهمة في وضع الحلول اللازمة من أجل إنهاء الأعطال، كما أشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة للآبار الجوفية من أجل ضمان تطبيق كافة وكل الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومشددا على قيام قطاع المياه الجوفية بتكثيف المرور الميداني لدراسة طلبات الأهالي ولتحقيق المراقبة والمتابعة المستمرة للخزان، ولافتا أيضا إلى أهمية التوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر بمحافظة الوادي الجديد. فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية بالجائزتين الماسية والذهبية من اتحاد المستشفيات العربية في مجالي سلامة المرضى والتحول الرقمي للرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، وذلك بالإضافة إلى فوز 5 مستشفيات تابعة للهيئة في عدد من المجالات، وذلك ضمن منافسات ضمت أكثر من 213 متسابقا من أكبر المستشفيات والمراكز الصحية في الوطن العربي. تعكس هذه المشاركة مدى التزام المؤسسات الصحية في مصر بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتأكيدا على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الاستدامة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. إلى آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تأوي نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع وأيضا مدينة خان يونس. أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال
قصف خيمة تأوي نازحين في مدينة دير البلح وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى بيتالي لاستشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة آخرين. أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبد الخالق خلال كلمته أمام مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط على ضرورة تبني المجلس قرارا يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان والانسحاب من القطاع والأراضي اللبنانية وفتح جميع المعابر وإدخال المساعدات دون عوائق. يجب على مجلس الأمن تبني قرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان أيضا والانسحاب من القطاع والأراضي اللبنانية وفتح جميع المعابر وإدخال المساعدات دون عوائق ووقف التهجير القسري واستهداف موظفي ومؤسسات الأمم المتحدة خاصة وكالة الأونروا والبدء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة لكل من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة السابقة وكذلك الأوامر التحفظية لمحكمة العدل الدولية. هذا كما أضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر مستمرة في بذل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. تبذل مصر منذ اليوم الأول للأزمة كافة الجهود في المسار الإنساني لتسهيل نفاذ المساعدات واستقبال الجرحى وأيضا مسار الوساطة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف القتال والتي كان آخرها مقترح السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرساء وقف لإطلاق النار لمدة يومين مقابل تبادل محدود للرهائن والأسرى من الجانبين واستئناف التفاوض خلال 10 أيام لتحويل الهدنة المؤقتة لدائمة وستستمر مصر في بذل تلك الجهود انطلاقا من واجبها الإنساني والتزاما بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن جيش الاحتلال يخضع الفلسطينيين للقصف والحصار وخطر التجويع، محذرا في كلمته أمام مجلس الأمن من أن ممارسات الاحتلال في شمال غزة ستؤدي إلى إفراغ المنطقة من كل الفلسطينيين. أكد أن الشعب الفلسطيني يواجه جرائم حرب لأنه يرفض مغادرة أرضه. أثرت خطوة تصويت الكنيست الإسرائيلية على قانون يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا من العمل داخل إسرائيل انتقادات دولية واسعة. المزيد في سياق هذا العارض مع زميل محمد الأنصاري نتابع. أهلا بكم. الأصداء والانتقادات الدولية تتوالى بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا من العمل داخل إسرائيل. الخطوة أثارت انتقادات دولية بينما أدنتها مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية واعتبرتها جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وطلبت مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، مستنكرة النهج الإسرائيلي، مشددة على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، كما حذرت من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف. كما أعربت دول عدة
عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بينما شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أنه لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وأن عمل الأونروا مرحب به. كذلك عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قلق بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي، بينما حذرت الولايات المتحدة من كارثة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني يعتمدون على الأونروا في الخدمات الأساسية. من جانبهم أصدر وزراء خارجية عدة دول من بينها أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا بيانا قالوا فيه إنه بدون عمل الأونروا فإن تقديم المساعدات والخدمات سيعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة لا سيما في شمال غزة. ومنذ سنوات تستهدف إسرائيل الوكالة الأممية بذريعة أنها تعمل على إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنها وجدت مع انطلاق حرب الإبادة الجماعية ضد غزة فرصة سانحة لإنهاء عمل الوكالة. ولتنفيذ هذا المخطط استهدف الاحتلال خلال أكثر من عام كامل من العدوان نحو 190 منشأة تابعة للأونروا. كما قاد الاحتلال حملة تشويه دولية لم تشهدها أي منظمة أممية من خلال نشر معلومات كاذبة ومضللة من قبل سلطات الاحتلال حول مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر، وذلك بهدف تشويه سمعتها أمام الجهات المانحة وسط تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية، وهو ما كذبه تحقيق أممي. وبعد أن فشل الاحتلال في حشد التأييد الدولي لتنفيذ مخططه للإجهاز على الأونروا، شرع في تنفيذ هذا الهدف بمفرده، حيث أصدر قرارا بمصادرة مقرها الرئيسي بالقدس الشرقية المحتلة وتحويله لوحدة استيطانية، فضلا عن منع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة قبل أن يقوم بإقرار تشريع يحظر عملها. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا للحملة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من عام من العدوان على قطاع غزة. شكرا لطيب المتابعة. دعا برنامج الأغذية العالمي لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، محذرا من أن الأزمة الإنسانية قد تتصاعد قريبا وسط قيود شديدة على تدفق المساعدات. أضاف البرنامج في بيان أنه مع استمرار تدهور الوضع في شمال غزة فإن احتمال تأثر مجموعة أكبر بالمجاعة سيزداد بالتأكيد ما لم تتحسن الظروف على الأرض، داعيا إلى فتح المزيد من نقاط العبور وضمان سلامة ناقلي المساعدات. بعد أكثر من عام من العدوان اضطرت آلاف العائلات الفلسطينية ممن لا مأوى لهم لمزاحمة الموتى والعيش في المقابر هربا من جحيم العدوان ووسط أزمة جوع تعصف بهذه الأسر. المزيد مشاهدينا في سياق هذا التقرير نتابع. مش شايفة وين في جزائر؟ وسط ظلام دامس لا يكسره سوى ضوء خافت ينبعث من نيران أشعلتها هذه الأسرة الفلسطينية، محاولة طمأنة صغارها الخائفين من وحشة العيش داخل هذه الخيمة البالية وسط الأموات. اطلعوا أنا عايش في عز في أكبر منطقة هي خيمتي، وهي القبر جنبها القبور. اطلعوا كيف الرعب والخوف للأطفال، اطلعوا كيف العيشة كمان في الشاكل في الشرب، وطلعوا المعيشة اللي أنا عايشها ساتر حالي بحرمات. هذا هو المكان، هاي المكان اللي ساكن فيه، وطلقوا في كل المقبرة عتمة. تقطعت به السبل، ولم يجد الفلسطيني أبو رزاق القصاص مأوى لأسرته سوى هذه المقابر في جنوب القطاع ليزاحم فيها الأموات على المسكن، حيث بات البحث عن الملجأ حلما مفقودا في القطاع المنكوب. هاي النار بولعها عشان أضوى على بناتي بالليل. أنا بقعد شوية وجوزي بقعد شوية، بس جوزي معاه أزمة يعني بقدرش يولع النار ويقعد يضلوا قاعد عليها، بقعد أنا وياه.
بحشين كل واحدة هو خبز الدقة وبنقعد، لأنه لا في لحوم ولا في جاج ولا في إشي في السوق، والمعابر مسكرة، والحياة انعدمت عندنا في قطاع غزة كاملة، سواء كان في الشمال أو في الجنوب. رحلات ممتدة من النزوح لنحو عام كامل لم يرافق هذه العائلات فيها سوى الخوف والجوع والحرمان، في ظل أزمة غذاء طاحنة تعصف بمئات الآلاف من الفلسطينيين. أطفالي بعد ما في الشكل ولا شرب، بقعدوا يعيطوا طول الليل، بدهم أكل وأكل، من وين أجيبوا المعابر مسكرة؟ من وين نجيب أكل؟ بضلوا طول الليل يعيطوا، إيش من وين أروح أجيب أكل؟ لو بدك تروح تجيب أكل من وين؟ فيش ولا في سواق ولا في معابر ولا في أي شيء، الخبز مش قادرين نجيبه. خبز مش قادرين نجيب، كنا أول شيء نروح نشحط خبز ونجيب خبز ونلاقي بدنا فيها خبز ونلاقي والمعابر فاتحة، اليوم فيش معابر، اليوم كل الدنيا مسكرة. وتمثل عائلة القصاص واحدة من آلاف العائلات التي اضطرها العدوان الهمجي على قطاع غزة لافتراش القبور هربا من جحيم القصف، يصارعون كل يوم للبقاء على قيد الحياة في ظل أزمة جوع عاصفة، لتصبح مقابر غزة مستقرة للأموات وللأحياء أيضا. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلا مدينة الخليل، وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء المدينة منها الجلدة واللوزة ومفترق المدارس ودوارة المنارة دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات. كما قامت قوات الاحتلال بنصب حاجز عسكري في حارة محاذية للحرم الإبراهيمي الشريف. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن آموس هوكستن وبريت ماكجورج سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان. قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء الحرب في لبنان يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة. أفادت وكالة الإعلام اللبنانية بتعرض أطراف بلدات الناقورة وعلم الشعب وطير حرفة لقصف مدفعي مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ذلك فيما أطلق الاحتلال فجرا نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدتي مارون ويارون، كما أغار طيران الاحتلال ليلا على قرى قضائي صور وبنت جبيل. أعلنت الصحة اللبنانية أن غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن 82 شهيدا، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 2792 شهيدا وأكثر من 12,000 مصاب. من جانبه أعلن مركز عمليات طوارئ في لبنان عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على حارة صيدا، كما شن الاحتلال غارة عنيفة على عدة مناطق في أنحاء لبنان. تتزايد المخاوف داخل المجتمعات التي لجأ إليها النازحون من جنوب لبنان هربا من الضربات الإسرائيلية المكثفة، خاصة بعد تعميق الضربات في مناطق متفرقة من الشمال وضواحي بيروت وعدة بلدات كانت تعتبر إلى حد كبير آمنة. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. لم تتوقف تحذيرات الإخلاء الإسرائيلية حتى تحول معظم جنوب لبنان بما في ذلك صور إلى مدن أشباح عم الخراب في أرجائها بسبب النزوح والقصف الإسرائيلي العشوائي المستمر.
ملابس متناثرة وكتب مدرسية وأثاث ملقى وسط الحطام في مواقع الضربات الإسرائيلية بسهل البقاع لتكشف عن دمار واسع النطاق. وفي يوم هو الأكثر دموية أسفرت غارات إسرائيلية على 12 بلدة بوادي البقاع عن استشهاد عشرات الأشخاص. القصف الإسرائيلي باغت الأهالي حيث لم يسبقه أي أوامر إخلاء في البلدات التي تعرضت للقصف، فيما تتواصل الغارات الجوية العشوائية من جانب قوات الاحتلال. رحمة الله على كل الشهداء، هنيئا لكل شهيد سقط بأرض لبنان، كان من البقاع لجنوب وين ما كان بأي أرض بلبنان. تاني شيء، نحن شعب لن نركع لن نستكين لن نهزم. نحن شعب خلقنا من بطن أمنا رجال مقاومين. نحن شعب ما لا نهب الموت. بالنسبة للي صار، إذا فكروا نتنياهو وأتباع نتنياهو واللي خلف نتنياهو إنه يركعنا، صعبة. وتتزايد المخاوف داخل المجتمعات التي لجأ إليها النازحون من جنوب لبنان هربا من الضربات الإسرائيلية المكثفة، خاصة بعد تعميق الضربات في مناطق متفرقة من الشمال وضواحي بيروت وعدة بلدات كانت تعتبر إلى حد كبير آمنة. قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في أنحاء الجمهورية كافة السبت المقبل، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتماما كبيرا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل. صرح المهندس شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تم إطلاق التيار الكهربائي لعدد 5 موزعات كهرباء جديدة في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتخدم مساحة 710 أفدنة في المدينة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الكهربائية ولتوفير احتياجات المصانع في المنطقة. أوضح شربيني أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، إذ تغطي هذه الموزعات الجديدة نحو 40% من احتياجات الكهرباء وتخدم نحو 140 مصنع، مما يسهم في دعم الاستمرارية الإنتاجية وتحسين ظروف العمل بالمصانع. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الدولة تضع ملف التعليم كأولوية قصوى، إيمانا منها بأن بناء الإنسان المصري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة. وخلال استقباله سفيرة دولة الإمارات لدى مصر مريم الكعبي، أشار وزير التعليم لعمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين في هذا المجال، مستعرضا نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي شهدت زيادة في الإقبال على الالتحاق بها نظرا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها بمشاركة القطاع الخاص لإعداد طالب مؤهل ومدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل. استقبل دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس مجلس إدارة الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية. وخلال الاجتماع أكد الوزير على أهمية تبادل الخبرات والتجارب ما بين الجامعات العربية والأوروبية في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتحديات تتطلب فتح المزيد من قنوات التواصل ونقاط التلاقي مع الشركاء من مختلف دول العالم لتحقيق متطلبات التنمية.
عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لقاءات ثنائية مع وزيري الزراعة بدولتي سوريا والبحرين، فضلا عن رئيس المركزي العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكسد، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء، ورئيس الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن بالأردن لبحث سبل التعاون المشترك. جاء ذلك على هامش زيارتي لدولة الأردن للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية بالعاصمة الأردنية عمان، الذي تعقده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة ألاسكوا. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه بدءا من يوم الجمعة القادم الموافق الأول من شهر نوفمبر لعام 2024 تقرر وقوف كافة القطارات المكيفة بمحطة قطارات صعيد مصر في بشتيل على خط القاهرة أسوان والعكس لصعود ونزول ركاب، مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقا لجداولها المقررة. كما أشار بيان الهيئة إلى أنه اعتبارا من نفس اليوم تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهة إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلا من محطة القاهرة. وتؤكد الهيئة وقوف القطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة قطارات صعيد مصر. تابع نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية. أكد نائب وزير الإسكان دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحسين مستوى الخدمات، مؤكدا الالتزام بالانتهاء من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها وفقا للتوقيتات المقررة والمعتمدة بالجداول الزمنية للمشروعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات. كما شدد على أن تكون الاستجابة للشكاوى والطلبات بشكل سريع وعاجل. تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا اليوم تاركا أعمالا فنية مميزة قدمها للسينما والدراما المصرية والعربية. هذا وتتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. توفي الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض. قدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة، وتميز من خلال أدواره التي قدمها.
بعث رئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الأمم المتحدة. أفاد السيد الرئيس محمد عاطف الأمين برئاسة الجمهورية إلى مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. دوليا، قال مسؤولون أوكرانيون أن 9 أشخاص في الأقل أصيبوا، بينهم طفلة بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة على العاصمة كييف. وقال رئيس بلدية المدينة أن الحطام المتساقط من طائرة مسيرة مدمرة أشعل حريقا في مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة سوليميانسكي في غرب كييف. قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوية دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق في غرب روسيا. ذكرت الوزارة أن الدفاعات الجوية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف، و5 فوق منطقة كورسك، و4 أخرى فوق منطقة سومولينسك، وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبريانسك وبيغرود. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري بيرماك المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لأوكرانيا إلى جانب الجهود الدبلوماسية المستمرة لدعمها. جاء ذلك خلال لقاء المسؤولين في واشنطن في إطار التحضيرات لفعاليات دبلوماسية قادمة، منها مؤتمرات تهدف لدعم صيغة السلام الأوكرانية. جدد بلينكين التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا في مواجهة الأزمة الروسية ودعمها لتحقيق سلام عادل ودائم وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أبلغه أن نشر قوات كوريا الشمالية في الصراع في أوكرانيا سيؤدي على الأرجح إلى تصعيد الحرب التي تشنها روسيا. هذا وأكد رئيس الوزراء الكندي أن الحرب سيكون لها تأثير أكبر على المناخ الأمني في أوروبا وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ. قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في واشنطن أمس إن الاختيار بينها وبين خصمها الجمهوري دونالد ترامب هو اختيار بين الحرية والفوضى. تحدثت هاريس في تجمع جماهيري في الهواء الطلق حيث قدر عدد المشاركين فيه بأكثر من 75,000 شخص في موقع قريب من البيت الأبيض، حيث ألقى ترامب كلمة أمام أنصاره في 6 يناير 2021 قبل أن يهاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي. سعى المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى تجاوز التصريحات العنصرية التي أدلى بها حلفائه في تجمعه الانتخابي في نيويورك يوم الأحد من خلال شكر اللاتينيين على دعمهم في تجمع جماهيري في ألينتاون في ولاية بنسلفانيا. قال ترامب إنه لا يوجد من يحب الأمريكيين من أصول لاتينية أكثر منه، ومؤكدا أنه أكثر رئيس أمريكي قدم خدمات لبورتوريكو. حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن توضيح تعليقاته بشأن أنصار دونالد ترامب بعد أن أثار غضب حملة ترامب بسبب تصريحات أدلى بها خلال فعالية لجمع التبرعات لصالح هاريس، وأدى خطأ إملائي في نقل تعليق بايدن إلى إظهاره كما لو كان يصف مؤيدي ترامب بالقمامة، في حين أنه كان يقصد العنصرية وشيطنة الأمريكيين من أصول لاتينية في إشارة لتصريح لأحد مؤيدي المرشح الجمهوري الذي وصف بورتوريكو بأنها جزيرة
عائمة من القمامة. استقبل وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري محافظ الوادي الجديد اللواء محمد زملوط، وذلك لبحث التعاون المشترك ما بين الأوقاف والمحافظة في الدعوة وعمارة المساجد. أطلع وزير الأوقاف محافظ الوادي الجديد على جهود الوزارة في الدعوة وعمارة المساجد على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وجهود الوزارة في محافظة الوادي الجديد بصفة خاصة. من جانبه وجه محافظ الوادي الجديد الشكر لوزير الأوقاف على ما تنظمه وزارة الأوقاف من قوافل دعوية ودروس توعوية في المحافظة، هذا إضافة إلى ما تنظمه من دورات تثقيفية لأئمة المحافظة. عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا مع مديري مديريات الخدمات ورئيس مدينة أبو سمبل السياحية لسرعة تدخل لتلبية مطالب أهل المدينة التي تم عرضها على المحافظ أثناء زيارته الميدانية للمدينة خلال الأيام الماضية. وكلف دكتور إسماعيل كمال المسؤولين بتنفيذ المطالب كافة وتسخير الإمكانيات من أجل تخفيف أي معاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن مصلحة المواطن تقع في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وهو ما يجعل التدخل بشكل فوري لسرعة إنجاز المشروعات الجارية والتوجيه بالتعامل مع أي مطالب أو شكاوى أو مشاكل تمس المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يساهم بدوره في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالشكل المطلوب. رياضيا، فاز فريق الأهلي على نظيره العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال. يتأهل الأهلي إلى منافسات الدور نصف النهائي وينتظر الفائز من ديربي الأمريكيتين. المزيد في هذا التقرير نتابع. من أجل البحث عن لقب قاري جديد، واصل النادي الأهلي مسيرته العالمية وحقق فوزا كبيرا على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مباراة استضافها استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير في بطولة كأس إنتركونتيننتال. الأهلي بعد هذا الفوز توج بلقب كأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ لكرة القدم، كما تأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس إنتركونتيننتال. ثلاثية الأهلي بدأت عبر اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 31، ثم سجل إمام عاشور ثاني الأهداف في الدقيقة 56، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة سجل اللاعب محمد مجدي أفشى الهدف الثالث للأهلي من ركلة جزاء. الأهلي في انتظار مواجهة تاريخية أمام الفائز من ديربي الأمريكتين الذي سيجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي في لقاء مقرر له يوم 14 من ديسمبر المقبل على استاد لوسيل في قطر، وذلك لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة عملاق أوروبا ريال مدريد في لقاء يقام يوم 18 من ديسمبر. تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025، حيث يستضيف فريق حرس الحدود نظيره سموحة ضمن منافسات الأسبوع الأول للبطولة في 5 مساء، بينما يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره طلائع الجيش في 8 مساء. كرم وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي ناشئي وناشئات المنتخب المصري للسلاح، والذين استطاعوا تحقيق العديد من النتائج المتميزة وحصولهم على المراكز الأولى في بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 17 و20 عام ببلغاريا. وأثنى وزير الشباب والرياضة على النتائج المتميزة التي استطاع لاعبو المنتخب المصري للسلاح ناشئين وناشئات تحقيقها في بلغاريا، مؤكدا أن المنتخب المصري للسلاح بات منتخبا قويا
حيث تم تصدر المنتخب للمشهد وعلى منصات تتويج خلال الفترات الماضية بمختلف المراحل العمرية، وهو ما يؤكد أن المنتخب المصري للسلاح يسير في الطريق الصحيح بدعم كامل من الدولة المصرية وجهود مميزة من مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية وختام هذه النشرة الإخبارية، هذه تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. مدبولي يؤكد أن مصر عازمة في المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة رغم التحديات في المنطقة. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيام النازحين في دير البلح وخان يونس في غزة. والاحتلال يشن سلسلة من الغارات على عدة بلدات في جنوب لبنان. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ومن خلال الكيو آر كود الظاهرة على الشاشة. هذه تحيات دانا مدحت وتحياتي محمد الرميح. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.